الراجل اللي قدامك دوت حول نفسه لنص بشري ونص آلة، وهتستغرب جدا لما تعرف هو ازاي قدر ان هو يحول نفسه كده. الراجل دوت بريطاني الجنسية واسمه ديل، والراجل دوت عشان كان من صغره عنده عمى الوان ما بيقدرش يميز الالوان غير الابيض والاسود فقط لا غير، فقرر ان هو يصنع روبوت صغير ويحطه على عينيه عشان يقدر يميز بين الابيض والاسود وجميع الالوان اللي موجوده. فقدر ان هو يزرع شريحه جوه مخه ويوصلها بالجهاز اللي انت شايفه دلوقتي حالا ده، والجهاز يبدا يحول الالوان ديت لترددات، وبدل ما يشوف الالوان ديت بدا ان هو يسمعها كمان عشان يقدر يميز بين الالوان كلها بترددات مختلفه. قامت الحكومه البريطانيه عملت ايه؟ صنفت الراجل دوت ان هو انسان سايبرو، يعني ولا هو انسان ولا هو اله، واعترفت بيه في العالم كله ان هو ده الانسان السايبرو. وعشان كده العلماء بداوا يصرحوا ويقولوا ان احنا هيبقى في عصر تاني اسمه عصر ما بعد الانسان، ان الانسان يقدر يستبدل جميع اعضائه بروبوت صغير يقدر يوصله جوه جسمه، او يبدا يصنع اعضاء عن طريق الذكاء الاصطناعي ويقدر يدمجه جوه جسمه. والانسان بدا الفتره ديت يهتم بالمواضيع ديت كتيره جدا. انت ايه رايك في الموضوع دوت؟